بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، زلنا متواصلين معكم بانطلاقة الأشواط لهذه الفترة المسائية، انطلاقة الشوط العاشر. على بركة الله وتوفيقه انطلقت الشعارات، انطلقت الآمال المرافقة لهذا الشوط. هنالك المركز الأول وتواجد المقدمة، ومن افتتحت النداء والإذاعة مع المركز الأول تواجد مع المقدمة من قبل الجذاب. من افتتح النداء والإذاعة عقاب سالم بن فاتوح المري يقدم لنا الجذاب مع الصدارة. ثاني المراكز تواجد هنالك رياض حمد بن محمد بن دلموك المري يقدم لنا رياض على ثاني المراكز. ثالث المراكز تواجد من قبل تكليف لخالد بن محمد الكواري، وهنالك أيضا تسلل على المركز الرابع من قبل الباز عبد الله بن محمد العطية محمد بن مختار العبادي بعملية التضمير. خامس المراكز تواجد مهاجر لمحمد بن ناصر بن طريبيل المري. هذا هو النداء للخمسة المراكز المتقدمة وانطلاقة الشعارات والأسماء المتنافسة. جميع الأسماء بالمغربة من بعضها البعض في منافسة بصراع منذ الانطلاق لنيل كلمة الناموس، الكلمة الغالية التي يطمح من نيلها الجميع، وأيضا المضمرين والملاك والعاشقين لهذه الرياضة. نذكر بصاحب أفضل تواجد على أول المراكز ويتواجد على المقدمة حمد بن سعيد بن مهيرة المري وسعيد بن حمد بن يدينة بعملية التضمير والمسايرة في هذا الشوط. ولكن يا سلام لفان لحمد بن محمد الدعبة المري وصل مع المركز الثاني الشق أبو لفان. الله صراع وفطاحنة المضمرين، بدأ الإقلاع ما بين هذه الاسمين القوية والمتواجدة. الشق أبو حمد بن سعيد بن ميرة المري وتواجد لفان حمد بن محمد الدعبة المري، ولكن الشقب وسلالة الشقب تسيطر وتحكم الغضة على الانطلاق وما زالت الخطورة بادية من قبل لفان. لفان والشقب، الشقب ولفان يا بوي، يبدو بأنه سوف يكون دخول جماعي ما بين لفان وما بين الشقب. أو كان المركز الأول الشقب لحمد بن سعيد بن مهيرة المري، ثاني والتبريكات. ثاني المراكز لفان لمحمد بن حمد الدعب المري. ثالث المراكز كان الوصول من قبل تكليف لخالد بن محمد الكواري. المركز الرابع كان التواجد من قبل نجد لعبد الله بن بخيت بن بخيتان المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل عنيد لناصر بن علي بن ثلاب الهاجي. نعود بحضراتكم إلى إعادة التوقيت الزمني وهذه المنافسة الجميلة التي دارت بين لفان وما بين الشقب، وكان الشقب هو صاحب الكلمة وهو صاحب الناموس وحامل الرقم واحد. أتى وتواصل مع المركز رقم واحد. توقيت الزمني 4:34:28. التهاني والتبريكات لحمد بن سعيد بن مهير المري، كما نهني أبنائه من يرافقون الشقب بالانطلاق. المركز الثاني كان الوصول من قبل لفان. توقيت الزمني 4:34:30. التهاني والتبريكات نزف لمالك لفان محمد بن حمد الدعاب المري، وكان قاب قوسين منافسا وأيضا محقق مركز متقدم. المركز الثالث كان الوصول من قبل تكليف. توقيت الزمني 4:37:20. التهاني والتبريكات نزف لخالد بن محمد الكواري من قدم لنا تكليف في هذا الشوط وحصل على المركز الثالث. ما زالت الأشواط متواصلة، واحد الزملاء يوافيكم بانطلاقة الشوط القادم.